يقول الأديب رسول حمزة توف: شيئان في الدنيا يستحقان المنازعات الكبيرة، وطن حنون وامرأة رائعة. البعض تساءل: وما هو تعريف المرأة الرائعة؟ وأنا أرى أنها هي المرأة التي تتحملنا بكل ما فينا من عيوب، التي تصبر على المر ليس لأن البديل أمر منه، بل لأنها أصيلة ولا تريد تشريد عائلة. هي المرأة التي تحفظ كرامتنا في حضورنا وفي غيابنا، وتكون لنا سنداً وعوناً ووطناً. هي التي لا تطلب أكثر من الستر، وتشاركنا شظف الحياة وتقلبات المزاج، وتتحمل تنمر واستقواء بعضنا عليها بصبر وحكمة وحنكة. المرأة الرائعة هي باختصار أحلى ما فينا، فإن وجدتها حافظ عليها، لأنها ستكون جيشك الصغير الذي ستحارب به الحياة وظروف الحياة.